بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم المحاضرة رقم 9 الخاصة بحل اختبار فاينل أغسطس 2017، وذلك ضمن سلسلة حلول اختبارات بري كالكس. سؤال رقم 9 بيقول FC equal negative 3 is a zero of polynomial x cube plus 4x square plus x minus 6. Find the other real zeros. عايز باقي الأصفار هذه المعادلة إذا كان الناقص 3 ده أحد أصفارها. طبعا أنا عندي طريقة إن أنا آخد الناقص 6 دي، الناقص 6 أشوف معاملاتها إيه، يعني معاملاتها يعني الأرقام اللي تقبل القسم عليها، اللي ناقص 6 أو الستة من غير الناقص عشان ما تتعبكش، الستة تقبل القسم على كام من غير باقي؟ يعني الستة تقبل القسم على 1 وناقص 1 و2 وناقص 2 و3 وناقص 3 و6 وناقص 6. احتمال دولت حد منهم يكون جذر. يعني الأول هنعمل إيه؟ هنعوض هنا في الواحد، لو طلع بصفر تبقى جذر، ما ينفعش. عوض في الناقص 1، لو طلع جذر صفر يبقى جذر. عوض في الاثنين، لو طلع صفر يبقى جذر. فاهمني؟ إلى أن تخلص كل الاحتمالات. موجب وسالب 1، موجب وسالب 2، موجب وسالب 3، موجب وسالب 6، عندك 8 احتمالات. ده طريقة. دي طريقة. الطريقة التانية اللي أنا بفضلها حتى، طالما عرفت جذر يبقى إما تعمل سينثيتك ديفيجن أو تعمل لونج ديفيجن. يبقى تعمل سينثيتك ديفيجن أو تعمل لونج ديفيجن. إزاي بعمل سينثيتك ديفيجن؟ أنا عندي الجذر أهو اللي هو ناقص 3، أمسك معاملات البولينوميال دي وأكتب معاملاتها هنا بالترتيب، يعني معامل إكس تكعيب اللي هو 1، الإكس تربيع 4، الإكس 1، والحد الثابت اللي هو ناقص 6. أنزل أول رقم اللي هو 1، أضرب 1 في ناقص 3 يديني كام؟ ناقص 3. أجمع، شايف؟ يبقى إيه؟ 1 في ناقص 3 بناقص 3 أجمع بقت كام؟ بقت 1. نفس الكلام، يعني الخطوة دي بتتكرر، شايف؟ ضرب جمع ضرب جمع وهكذا. يبقى نزل 1، 1 في ناقص 3 بناقص 3 اجمع بقت 1، 1 في ناقص 3 بناقص 3 اجمع بقت ناقص 2، ناقص 2 في ناقص 3 ب 6 اجمع بقت كام؟ صفر. لابد ان هي تكون بصفر. طالما الدكتور اقر ان سالب 3 ده جذر من جذور المعادله، اذا لازم الريمندر يبقى صفر. لو ما طلعش صفر، اما الدكتور يكون غلطان، وده يعني ريرلي، يعني ان هو اصلا يكون الكلام ده نادرا يعني، او اللي انت تكون عملت السينثيتك ديفيجن غلط. عموما المعادله اللي طلعت هنا دي، الكوشن ده ناتج القسم، تمام؟ دي عباره عن معادله من الدرجه الثانيه مرتبه، زي ما دي معادله من الدرجه الثالثه مرتبه، دي برضو معادله من الدرجه الثانيه مرتبه. مرتبه ازاي؟ يعني ده معامل اكس تربيع، ده معامل الاكس، ده الحد الثابت. يبقى اكس تربيع زائد اكس ناقص 2 احللها بقت اكس زائد 2 اكس ناقص 1 بيساوي صفر. الاكس ناقص 2 والاكس 2 بكام؟ بواحد، باعتبار ان ده كان اول جذر. يبقى الجذرين التانيين ناقص 2 و1، ناقص 2 و1 اللي هو حل سي. وشايفين كمان ناقص 2 و1 لو تفتكروا ده معاملات ناقص 6، فاكرين؟ مش احنا قلنا الستة تقبل القسمة على 1 وسالب 1 و2 وسالب 2 و3؟ يبقى دي برضو من احد معاملاتها، يعني احنا لو كنا مشينا في الاتجاه الاولاني كان صح. عموما لو انت ما عملتش سينثيتك ديفيجن ممكن تعمل لونج ديفيجن. لونج ديفيجن بعمل ايه؟ بمسك المعادله دي زي ما هي از اتز، زي ما هي كده، واعمل لها ديفيجن على، خلي بالك، على الفاكتور بتاع ده. فاكتور يعني ايه؟ مش الجذر ده ناقص 3؟ ايوه الجذر ناقص 3. غير اشاره الجذر واجمعه مع اكس، ده اسمه فاكتور. يبقى الفاكتور هو نفس قيمه الجذر تغيير اشارته مع الاكس، ده اسمه فاكتور. لكن ده اسمه روت، ده اسمه فاكتور، لكن ده اسمه روت. الفاكتور نفس اشاره الايه؟ يعني اعكس اشاره الجذر واجمعه مع اكس. عموما فبعمل ايه؟ بعمل قسمه مطوله، هقسم اكس تكعيب على اكس، ادتني اكس تربيع، اكس تربيع في اكس باكس تكعيب، اكس تربيع في 3 ب 3 اكس، غير اشارات واجمع، ده هيروح مع ده، 4 اكس تربيع مع 3 اكس تربيع تبقى هنا اكس تربيع. انزل الحاجات اللي هي ما اتطرحتش من هنا اللي هي اكس وناقص 6، اقسم اكس تربيع على اكس باكس، اكس في اكس باكس تربيع، اكس في 3 ب 3 اكس، اغير اشارات واجمع مع الحاجات المتناظره اللي فوقيها، اكس تربيع راحت مع ناقص اكس تربيع، اكس مع ناقص ناقص 3 بقت اكس، مع ناقص 3 بقت ناقص 2، ناقص 6 ملهاش نظير هنا، برضو نفس الكلام، ناقص 2 اكس. واحد سالني، واحد انا سامع كده، واحد بيسال هو انا هقف امتى يا دكتور؟ اقف لما الاقي ده اسمه ريميندر يا شباب. لما الاقي الريميندر الدرجه بتاعته يعني اكبر اس فيه، اكبر باور فيه، اقل من اكبر باور هنا.
طب هنا اكبر باور كام؟ واحد. وهنا اكبر باور كام؟ واحد. بيساووا بعض؟ لا كمل. لكن لو هنا واحد وهنا اتنين، او لو هنا واحد وهنا تلاتة، او لو هنا ثابت وهنا واحد، يبقى اقف. يبقى بقف امتى؟ ستوبنج كونديشن، لما الاقي ان اكبر باور هنا اقل من هنا. لكن لو هو بيساويه او اكبر اكمل الديفيجن. عموما ناقص 2 اكس على اكس بناقص 2، ناقص 2 في اكس بناقص 2 اكس، ناقص 2 في 3 بناقص 6، غير اشاره تجمع طلع برضو كام؟ صفر، لان ده هو ده الريميندر، لازم يطلع بصفر. عموما هي دي الكوشنت اللي هي دي. نفس الكلام اعمل لها فاكتورايزيشن، طلعت برضو الانسر كام وكام؟ سالب 2 1. يبقى سمري سريعا مارش، لما تجي لي مساله زي دي لك مطلق الحريه اللي انت تستخدم سينثيتيك ديفيجن او تستخدم لون ديفيجن. حكايه الفاكتور ممكن تنفع وممكن ما تنفعش، لان ممكن يكون عندك جذر واحد ريل والجذور الثانيه تبقى كومبلكس. لكن هنا كانت هتنفع. ليه كانت هتنفع؟ لان هو هنا الدكتور اقر ان الجذور الثانيه ايه؟ ريل حقيقيه. فطالما جذور حقيقيه يبقى طريقه الفاكتور كانت هتنفع وكانت هتبقى اسهل من دولت. ايه هي طريقه الفاكتور؟ اللي انت تاخد معاملات الست، الست اللي هي كام؟ موجب وسالب واحد، موجب وسالب اثنين، موجب وسالب ثلاثه، وموجب وسالب سته، وتمسك رقم تعوض في المعادله هنا. اللي يطلع بصفر يبقى ده جذر، ما طلعش الواحد بصفر هات اللي بعديه، السالب واحد بصفر يبقى ده جذر، وهكذا. تمام؟ هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.